هذا الاتفاق الإطاري عنوانه استعادة الحكم المدني الديمقراطي وإكمال مهام ثورة ديسمبر المجيدة، وغايته توحيد بنات وأبناء شعبنا تحت ظل مشروع وطني غايم على الحرية والسلام والعدالة والمواطنة في إقامة سلطة مدنية ديمقراطية تستكمل مهام الانتقال ومقاصد الثورة وتنهي للأبد ظاهرة الشمولية. ومنطلقاته هي ثورة ديسمبر منصة للانطلاق نحو بناء السودان الذي يسع الجميع ويوفر الحياة الكريمة لمواطنيه وينصف النساء ويهتم بقضايا الشباب ويحدث قطيعة تامة مع ممارسات الماضي التي أقعدت ببلادنا من اللحاق بركب الأمم في التقدم والتنمية والديمقراطية والاستقرار. فالتضحيات العظيمة لشعبنا وشهداء الذين يمثلون السودان كله، سيما جمر الشباب الذي أوغت قناديل الأمل وشعلة الحياة بعد طول عقود عجاف وتضحيات عظيمة ضد نظام الإنغاز وحتى يومنا هذا. فإن هذه التضحيات لا بد لها من أن تبني وطنا جديدا ملهما وفاعلا يأخذ المكان الذي يستحقه.